لقد عدنا مجددا في ياندري، بس اليوم حجرب اغرب اشي حنعمله بياندري. حننضم لجلة المتنمرين، بس خلينا نشوف هل حقدر انضم لهم ولا حيتنمروا علي. إذا عجبكم الفيديو تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. خلينا نوصل الفيديو ل 15,000 لايك عشان نكمل سلسلة ياندري، وما حطول عليكم خلينا نبلش. يلا باي يا جماعة الخير. انتوا ما بتتخيلوا قديش قتلك، بعدك انت حيوانة وبضلك لكل الناس، بس انا ايش قتلك. يلا نروح نشوف ابو شعر احمر، ليتس جو. نروح بس بدنا ناخذ معنا سكرو درايفر، مفك يعني مفك. اوه ماي جاد يا الله شو اشتقت لابو شعر احمر، وهيك اشتقت لك انا كثير. لا بمزح 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 بمزح، سيلفي وابو شعر احمر خلفي. شايفين هدول شلة البنات الكول؟ هدول البنات الكول هدول انا بدي احاول اليوم انضم لهم، ان كلهم هيك شعرهم اشقر وعاملين صبغه بالوان غريبه وهيك مودهم غريب، بس مش مشكله اليوم رح ننضم لهم. فاول خطوه لازم نعملها عشان ننضم لشلة البنات المتنمرات انه لازم نصير صحبه معهم. اوكي مع مين اول بنت نحكي؟ هاي البنت شكلها لطيفه، تعالوا نجرب نحكي معها. او ماي جاد ما احلاها، بدي احكي لها هاي بدي اصير انياكي صحبه، شو رايك؟ عم تقولي ما اعتقد انه نحن ممكن نكون صحبات. قلبي ليه عم تحكي لي خلص ماشي اذا انت مصره نكون صحبات؟ اوكي ما حبيت هاي الشله، هي ام فراشه هاي ما بتحب بنت اسمها ماكا، فهي بدها يانا نحكي عن ماكا كلام مو منيح عشان نخلي الكل يكرهها. حرام شو دخل ماكا بالنص. استنى شوي، مين هي ماكا اصلا؟ ابو شعر احمر ليه قاعد لحالك؟ حابب اقعد معك. لا 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 اكل، طعموني طعموني بالله عليكم بالله عليكم. على فكره لازم يضيفوا اشي اني اقدر اكل من هذا الصحن لانه انا نفسي ادوق هذا الاكل. anyway شكلنا مش حناكل بعمرنا من هذا الاكل. اسمع بتعرف بنت اسمها ماكا؟ اخذت لي صوره ما عجب الموضوع. اوه واو شو هذا البوز، سيلفي والشاب المعصب خلفي. او ماي جاد انا ناسي انه بقدر اخذ سيلفيز، استنوا شوي سيلفي وابو شعر احمر خلفي. طب استنوا شوي بدنا نلاقي ماكا، مين ماكا؟ مين ماكا؟ اسمع بتعرف بنت اسمها ماكا؟ اوكي هذا اسمه توغا، هاي توغا. بتعرفي بنت اسمها ماكا؟ هاي كورو كورو، مش هاي اللي بدنا اياها. اسمع بتعرف بنت اسمها او او ايش عم بصير معك؟ اوكي انت ماكا، هاي اسمها ميجو جوجو ميجو جوجو ميجو جوجو. انا متاكده انه ولا اسم عم بحكيه صح، انا متاكده انه عم بحكي ماكا غلط. استنوا هون في كمان بنتين من المتنمرين، استنوا نحاول نضرب معهم صحبه. هاي ام شعر بنفسجي بدنا نصير صحبات، شو رايك؟ تحكي لي عم تحكي معي وعم تضحك علي، هذول جد متنمرين. استنوا شوي، عم تحكي لي في شاب شعره ازرق كثير كيوت وهي حابه يصيروا صحاب، انا شو بدي اعرفني مين الشاب اللي شعره ازرق الكثير كيوت اللي حابه تصير معه صحاب، على الاقل مش ابو شعر احمر. طب وانت ايش بدك؟ عم تحكي لي انه المدرسات اخذوا شنطتها وحياتها كلها جوا الشنطه، فهي لازم اروح اجيب لها شنطتها. اوه حبيتها. اوكي اعتقد انه هي حتصير انا وياها بيست فريندز. انا تعبت وانا بدور على نسيت اسمها اصلا، اسمها مين انت؟ ماكا، لقيت ماكا. ماكا كيوت، رح احكي لصاحبيت ماكا عن ماكا. انا انسانه سيئه، بدي احكي لها بتعرفي انه ماكا ما بتحب الرسم؟ تخيلي انه ماكا بتكره الرسم؟ صارت تقول لي ايو ايو، مستحيل احكي مع هيك ناس وهي لساتها بتحكي مع ماكا. بتعرفي انه ماكا بتكره الطبيعه؟ لانها حاطه ورده. او ماي جاد عم بجيب العيد لماكا، انا اسفه ماكا. مين ضل حدا بالمدرسه ما حكينا معه عن ماكا؟ صارت سمعه ماكا ماينس 10، يعني المفروض هلا بقدر اصير صحبه مع اول واحده من البنات المتنمرين. مش عارفه انبسط ولا ازعل صراحه، او انا عم بخرب سمعه حدا غلط. ليه في مدرسه هون عم تدخن؟ صورتك اوكي واروح احكي للمديره. سيلفي والمدرسه المدخنه خلفي. شو المدرسه هي ما حبيتها؟ هذا اللي عم يدور حوالي حاله. اخوي انت منيح؟ اخوي انت منيح؟ واضح ان اخونا مش منيح. استنوا استنوا بدي اخرب سمعتها كمان نتوفه لماكا، بدي احكي له او ماي جاد بتعرف اني سمعت انه ماكا بتكره التصوير؟ او ماي جاد ماكا بتكره التصوير. ما دامنا هلا نزلنا سمعتها لاقل من 18 اعتقد انه اول شيء دن. عشان نعمل المهمه الثانيه اللي علينا لازم نستنى كل المدرسات يطلعوا وندخل ناخذ الشنطه. المدرسات عم بيطلعوا، توترت المدرسات عم بيطلعوا، لازم ندخل بطريقه ذكيه. اوكي فشو رح نعمل؟ رح نسكر هذا الباب، حنسكر هذا الباب، بعدين حنوقف هون ونضحك. سمعينا بعدين هي بتيجي عشان تسمع صوت الضحك ونحن بندخل لجوا بنركض هيك. وين الشنطه؟ وين الشنطه؟ هي الشنطه؟ هي مش الشنطه. وين الشنطه؟ ايش هذا؟ شو اخذت؟ ما بعرف ايش عم بعمل. هي الشنطه اخذتها اخذتها اخذت الشنطه.
بروب لاير. ضل اي ثينك مهمه واحده. ايش كانت؟ ابو شعر ازرق. هذا شعره بنفسجي، شعرها زهري. من وين بدي الاقي شاب شعره ازرق لهذيك البنات؟ انا معجبه بشاب شعره ازرق. طب مين هو؟ من وين ممكن الاقي شاب شعره ازرق؟ ما بعرف يا جماعه، دورت المدرسه كلها على ابو شعر ازرق، بس للاسف مش قادر اشوف غير ابو شعر احمر. مش قادرين نلاقي ابو شعر ازرق، فحنبلش ندور عليه من بكره. في شيء كثير سيء بهذا المود، انه نحن لازم نشتغل ونجمع مصاري. شيف واحد سندويش لو سمحت بسرعه، الزباين عم بيجوا. شيف بسرعه. شيف هذا برجر، انا ما طلبت برجر، انا طلبت سندويشه. شيف عم بتجيب العيد، بدنا واحد هوت دوغ. واحد سندويشه لهي المعصبه، ما بعرف شو مالها. انت ايش بدك؟ بده سلطه، لانه نحن ناس صحيين بنحب ناكل سلطه. لا لا، مين طلب هوت دوغ؟ يا شيف يا غبي يا شيف، لا تعصب، جبت لك البرجر. ايه ابو شعر احمر، ابو شعر احمر بده سلطه حبيبي صحي. ايه ضل ثاني، ضل ثاني. لا قد جمعنا 113 دولار برو بلاير. يا جماعه ضروري اليوم نلاقي ابو شعر ازرق، لانه اذا ما لقينا شعر ابو ازرق رح ناكل هوا. اذا شفتوا الشاب ابو شعر ازرق اكتبوا لي تحت بالكومنتات. هذا شعره ازرق، انت اللي هي حبيته؟ لا هذا مو شعره ازرق، ازرق انت شعرك ازرق. شعره ازرق هو جوريو زميشيرو، شعره ازرق. تعال بدي احكي معك. هيو اسك اباوت كاشيميكو. عم بقول له سمعت انه كاشيميكو حابه انه تطلع معك، شو رايك تطلع معها مثلا عشان انا كاشيميكو نصير صحبات. عم بقول لي احكي لها تبعت لي مسج امتى ما بدها. الله علي، والله انا برو بلاير. اوكي حكينا لها انه هو وافق يحكي معها فهي حبتنا. اول وحده زبطت. اوكي نظبط الباقيين، نظبط الباقيين. هاي عم تضحك علي بتقولي مستحيل نكون صحبات، اسمي عم شعر اخضر تمام. عطول بدي يعني اعمل مقلب بحدا من الطلاب وارمي عليه دهان. هذا مش مقلب، هذا اشي كتير سيء وانا ما حبيته. بدي يعني اصوره كمان وابعت لها الصورة. انت انسانة سيئة. ياي صرنا صحبة بعد تنتين. يا جماعة اول مرة بركز، موسيقى هاي اللعبة بتخليني بدي انام. نعس. ايش صار؟ ايش صار؟ انا بس حاملة سطل لسه ما حطيت فيه حتى للدهان، يعني حتى لسه ما عملت البرانك. اوكي حقولها انا اسفة، انا ما عملت اشي، انا ما عملت اشي لأول مرة بكون مش عاملة اشي. يعني هو انا ناوية اعمل اشي بس لسه ما عملته. اوكي هاي المرة المفروض ما اخلي حدا يشوفني حاملة سطل. ما عم بعمل اشي، خلص اسكتي. لا لا شكرا جايز، رح نعيد اليوم لاني حطيت على حالي من غبائي، حطيت على حالي انا الدهان والناس صاروا يشكوا عني. طلع لازم نحط مي جوا السطل قبل ما نحط فيه دهان. انا تعبت نفسيا. اوكي اخيرا اخيرا عملتها. اوكي هلا بدي اخذ هاد وما بعرف شو اعمل صراحه. حطينا هون دهان. ويت اي ثينك، ايش اعمل؟ توترت، بدي حدا يفتح الباب. اوه زبطت زبطت، انا ارتعبت بس هي زبطت. يعني نفسها اللي تخوتنا عليه. انا كثير اسفه، انا لهيك عم بعمل فيك. لا هي وحده ثانيه. اوكي اهون بلا. صرنا صحبه مع ام شعر اخضر. ضايل وحده ولا خلصنا؟ ويت جايز، من قد ما صار لي عم بصور شوبت. امسكي شنطتك وحلي عني وما عاد تطلبي مني شيء مره ثانيه، وهيك نكون صرنا صحبه مع المتنمرين. طب ايش المفروض اعمل هلا؟ يا جماعه بعد ما صرنا صحبه مع البنات كلهم المتنمرين، هلا صار الوقت اني اصير اشبههم. شو لازم اعمل؟ هلا كلهم لابسين شنطه، فاعتقد لازم اشتري شنطه، لازم اصبغ لانهم صابغين كلهم نفس اللون، بس لازم احط اللون من الاطراف، وكمان لابسين اكسسوارات، فاعتقد لازم اشتري اكسسوارات. يلا نروح نعمل كل هاد. شو الاشياء اللي لازم نشتريها؟ اعتقد اول اشي بدنا حلقات، وبدنا اكسسوارات، وبدنا ريد هايلايت، بدنا نعمل شعرنا من تحت لونه احمر. يا جماعه حيصير شعرنا زي الشعر ابو شعر احمر. وبدنا نشتري الشنطه، معنا مصاري نحن كل هاد، بدنا نشتري، بدنا نعمل تان. او ماي جاد، ايه لهيك صار شكلي؟ او ماي جاد يا جماعه صار شكلي غريب. اوكي خلينا نشتغل لانه ما ضل معنا مصاري. يا جماعه مستعدين تشوفوني باللوك الجديد؟ اوه ماي، انتوا شايفين كيف شكلي؟ وينهم صحباتي الجداد؟ هلا جايز، عجبكم ستايلي الجديد؟ سيلفي وصديقاتي خلفي. نسينا نشتري هاي الهودي، نسينا نشتري الميك اب. رح ارجع على التاون، رح اشتري الهودي والميك اب، بعدين بدنا نصير صحبه معهم. استني بدي اروح اخواني. اوكي اعتقد حنقدر نشتري اخر شغلتين بدنا اياهم. واو اوكي اشترينا كل شيء بنحتاجه، هلا بنقدر رسميا ننضم لشله المتنمرين. اللحظه اللي عم نستناها. اوه ماي جاد، انضميت لشله اوكي ضل بس يوافقوا علي، اذا وافقوا علي حصير متنمره. جايز كيف اللوك عجبكم؟ طلعوا كيف ممكن يحكوا لي لا، طلعوا الجمال. ابو شعر احمر، ابو شعر احمر صار شعري زي شعرك. او ماي جاد.
انا وابو شعر احمر ملبقين مع بعض يا جماعه. وهيك بنكون انضمينا لشله المتنمرين. ما بعرف اذا الاشي منيح او لا، بس على الاقل هلا بقدر اعرف معلومات كل طلاب المدرسه منهم، وهذا الاشي الوحيد اللي منيح اللي بقدر اعرفه. بس ما بتقدروا تنكروا انه اي لوك سو كيوت. يا جماعه اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب، واذا متحمسين نكمل سلسله ياندري ابو شعر احمر اكبسوا لايك واكتبوا لي تحت بالكومنتات. وما حطول عليكم، بشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي.